كتير في بلادنا العربية بنتعرض لأمطار غزيرة بتوصل أوقات لحد السيول، والكلام ده بيحصل في القاهرة، إسكندرية، جدة، وأوقات في الإمارات. السؤال اللي بطرحه في الفيديو ده، هل عربيتك تقدر تقاوم الأمطار؟ وهل تقدر تعدي في برك المية اللي ممكن تتعرض ليها؟ ولا عربيتك هتغرق في متر مية؟ هستعرض معاكم في الفيديو ده مجموعة عربيات، وهنشوف مدى مقاومتها وتحملها للمية قد إيه. أول عربية معانا وهي الأوبل إنسجنيا. العربية ماشية كويس، مفيش مشكلة، بس جت في الآخر وريحت شوية. حاول يدورها أكتر من مرة بس مفيش فايدة، وفي الآخر اضطروا ينزلوا من العربية ويفتحوا الكبوت عشان يعرفوا فيه إيه. العربية اللي معانا بعد كده وهي المازدا 6. العربية ماشية كويس جدا، وبرضه جت في الآخر وابتدت تريح، وبرضه بطلت، مفرقتش كتير الحقيقة. برضه نزلوا من العربية عشان يشوفوا يعملوا فيها ايه، والعربية اتحركت بيهم وكانت هتعمل مشكلة، وفي الآخر طلعوها زق. العربية اللي بعد كده سكودا اوكتافيا. العربية برضه في الأول ماشية كويس جدا وماشية على مهلها كمان، مش ماشية بسرعة، بس الاوكتافيا بقى ما وقفتش، كملت طريقها عادي. بعد كده معانا نيسان قاشقاي. عربية ماشية برضو كويس جدا، مفيش أي مشكلة حصلت معاها. بعد كده معانا كيا سبورتج. العربية فضلت ماشية كويس لحد ما جت في الآخر برضو وعطلت. محاولة تاني للكيا سبورتج، هو صاحبها مصر إن العربية تقدر تعدي، والمرة دي ماشية كويس لحد الآخر وقدرت تكمل بسلام. فنقدر نقول إن الكيا سبورتج ممكن وممكن لأ. بعد كده معانا تويوتا افنسز. المفترض ان تويوتا عربياتها اعتمادية بشكل عام، بس مع المية خستعت شوية، برضو اضطروا يسحبوا العربية لان العربية بطلت. بعد كده معانا فورد كوجا. العربية فضلت ماشية لحد الاخر، بس بعد ما طلعت ابتدت تبطل، وحاول صاحبها يدورها اكتر من مرة عشان يقدر يكمل، بس العربية عانت من مشاكل. بعد عدة محاولات دارت، بس واضح طبعا ان المية اثرت عليها. بعد كده فولكس جولف. عربية صغيرة ومنخفضة ولكن قدرت تعدي بدون مشاكل. بعد كده معانا جيبري نيجيد. عربية عدت بدون اي مشاكل خالص. بعد كده معانا رينو ميجان هاتشباك. العربية برضو عدت بدون مشكلة في الأول وجت في الآخر وبطلت. ميجا من العربيات اللي معروف إن عندها مشاكل في الكهرباء، فأكيد المية هتبقى مشكلة بالنسبة لها. بعد كده معانا الوحش جيب شيروكي. العربية خدت المية بسرعة جدا وعدت بدون مشاكل. بعد كده معانا بيجو 308. عربية برضو من العربيات الصغيرة اللي بيتقال عليها فيها مشاكل في الكهرباء، ولكن الحقيقة العربية قدرت تعدي بسلام. بعد كده مرسيدس جي ال سي. عربية عالية، ويعني مفترض ان امكانياتها امكانيات عربية اوف رود، ولكن الصراحة العربية خيبت ظني فيها وعطلت في نص الطريق. حاول صاحبها يدورها اكتر من مرة بس ما فيش فايدة، اضطروا يسحبوها برضو. محاولة تاني من مرسيدس بعربية اس 350. يعني لما فلحتش فيه جي ال سي هتفلح فيه الاس 350؟ الحقيقة هو ده اللي حصل. بعد كده معانا بي ام دبليو الفئة الثالثة. فضلت ماشية لحد ما كويس، بس جت في الآخر برضو وخستعت. في محاولات ان هو يدور العربية عشان يكمل. بعد اكتر من محاولة العربية فعلا دارت وقدر يكمل الطريق. بعد كده معانا اودي اي 3. العربية فضلت ماشية بدون اي مشكلة وعدت الطريق بدون ما تبطل. عربية تاني من اودي تي تي، برضه ماشية مع إن منسوب المية يعني غطى تقريبا الكبوت، بس قدرت تكمل بدون مشكلة. بعد كده عربية صغيرة جدا ميني كوبر، من أصغر العربيات اللي عرضناها لحد دلوقتي، وممكن تكون المية هتسبب لها مشكلة. الحقيقة هي فضلت مكملة لحد ما خرجت، بس أول ما خرجت بطلت. العربية اللي بعد كده عربية كهربائية وهي التسلا. ممكن تقول مثلا ان العربية ممكن تكهرب صاحبها بسبب المية، ولكن الحقيقة التسلا عدت زي الفل.
عربية من أكتر العربيات اللي بيتقال عليها فيها مشاكل وأعطال وغير اعتمادية وهي الرانج روفر، عدت زي الفل بدون أي مشكلة. عربية سوبر كار اللامبرجيني، يعني مش متوقع إن في حد ممكن يخاطر ويخش بعربية زي دي في مياه زي دي، ولكن العربية قدرت تعدي برضه. وده جرار كده عادي، أخيرا قرروا إن هما يختبروه مش عارف ليه. طبعا أكيد الجرار هيعدي بدون مشكلة. بكده نكون عرضت كل العربيات اللي معانا. يا ترى عربياتكو تقدر تعدي منسوب مياه زي ده، ولا هل واجهتك مشاكل قبل كده مع عربيتك مع المياه؟